كما شفتو في الفلوق اللي فات مشيت المحطة ديال التران اللي كاينة في العاصمة تبليسي باش نقطع العاصمة يريفان في دولة أرمينيا. جمعت حوايجي وقصدت المترو فين تما غادي تبدا الرحلة ديالي. اليوم الخوت غادي نودعو جيورجيا وغادي نمشيو لدولة جديدة اللي هي أرمينيا. أنا قدام المحطة ديال التران باش أنني نشد. عندك جوج حلول إلا بغيتي تمشي لأرمينيا ولا جوج طرق، سواء أنك تمشي في التران كما غندير هكا ولا تاخذ ميني بيس ولا كار حتى هما كيديو لأرمينيا. دونك مازال عندي الوقت، جاي شوية بكري نستنى التران. ديجا قطعت كلشي البارح. بالنسبة لأرمينيا فهي إلكترونيك فيزا بالنسبة لينا حنا المغاربة والجزائريين، والفيزا فريمون سهلة بزاف، غادي نهضر عليها إن شاء الله الفيديو الجاي. اخوت التران وصل وعلم الله شنو غيديروا معنا في الحدود. ليله كامله في التران باش نوصلوا للعاصمه يريفان. علم الله شنو غيديروا معنا في هذه يريفان حتى هي في ارمينيا، واش غيشدونا ما شدونا. شوف هذه باينه عاوتاني كما العاده غادي مرمدونا ديال بالصحه الخوت. الله يجيب الخير وصافي. ترى اللغه ما كنفهم فيها والو. الكنترول ضروري ما كيسولك على الفيزا قبل ما انك تطلع للتران، والامور دازت مزيان الحمد لله. التران صراحة كان زوين وخديت كوشيت فين نقدر ننعس الليلة كاملة. الخوت شو الطواليت كي دايرة ديال التران، عندك لافابو هنا، عندك هنا وعندك دوش، تقدر تدوش وسط التران. أول مرة غادي نحضر لشي تران داير بحال هكا، وهنا راك تشوف كل اللعيبات. هو فيه ثلاثة ديال الكلاس، فيه كلاس الأولى، كلاس الثانية وكلاس الثالثة. أنا خديت كلاس الثانية، كلاس الثانية فيها جوج ديال الكلاس عاوتاني، فيها القديم والجديد. انا خديت غير القديم واللي جالس فيه دابا. الثمن دونك هو هذا، فريمون ستيلي زوين نقي. اما الكلاس اللي احسن ما عرفتش كيفاش غادي يجيبوه. من بعد ساعتين ديال الطريق وصلنا للحدود ما بين جيورجيا وارمينيا، وهنا غادي تبدا المغامره ديالنا. كما العاده انت مغربي كدوز وقت اكثر من الاخرين وتقلب وتسوار اكثر من الاخرين. انا لايف معاكم دابا من الحدود. دخلنا لدوله ارمينيا وانت غادي في الطريق وكتمنظر بالمناظر الطبيعيه والجبال اللي كتميز بها هذه الدوله. وصلت المحطه ديال يريفان وضروري ما تسمع الكلمه الشهيره، ميمكنش انك تفلت منها. لا ليله دازت الخوت، الحمد لله وصلنا مزيان لاكار ديال ارمينيا، دولة جديدة عاوتاني. ديك الحياة ديال دولة جديدة. شوفوا الدراري الطنوبيلات كي دايرين بعد أول نظرة. ما كذبش عليكم، الحدود ديال جيورجيا شوية عطلوني على الناس الآخرين، ولكن الحدود ديال الأرميني بالرجولة دازو ساهلين، ما داروش زعما صعاب. كانش عندي الفيزا كلشي مريقل، جا طاف اللعيبات شاف داكشي فريمون كان هو هذاك وصافي. في الأول فاش عطاتو الباسبور، بما أن الباسبور ديالنا عربي حنايا وكيتحل من واحد الجهة واحدة أخرى، خونا ما فهمش، ما عرفش منين يحلو اصلا. وانا من اللور ملصق فيه واحد السيكرز ديال جرين بويز، السيكرز ديال 15 عام ومكتوبه فيه انتل ديت. شاف خونا قرا ديك انتل ديت ويشوفه بحال هكا ما فهم والو، ما فهمش البلاد شناهي، ويشوف فيا انا رجال هذا فهمتي الموت والقتال مع خونا. وبدا يضحك، بديت كنضحك ويرجع لي الباسبور صافي. مي الامور دات مزيانه، ما كانش شي صعوبات ولا شي حاجه، والحمد لله وصلنا بخير. تران كان شيئا ما مريح، المهم ماشي بزاف، شويه وصافي. كون خديتي الناموسيه اللي الفوق غتكون احسن من التحتانيه، والحمد لله الامور دابا دايزه مزيان. خوت بالنسبه للتران ديال ارمينيا خصكم ديروا واحد الاحتياط ديالكم، لان التران كاين شهر اللي كيكون في الايام بحال الواحد ثلاثه الخمسه السبعه، وكاين شهر اللي كيكون في الايام المزدوجه اللي هي جوج الربعه سته، يعني نهار جوج نهار ربعه نهار سته في الشهر. انا في هذا الشهر هذا شهر سبعه في الايامات الاحاديه كيقولوا لها يمكن ما عرفتش، المهم الواحد الخمسة كذا. تقدروا ديروا حسابكم نهار كيكون نهار ما كيكونش، نهار كيكون نهار ما كيكونش، باش ديروا حتى في البروغرام ديالكم باش ما تصيدوش. واحسن حاجه وانكم تقلبوا في الانترنت قبل ما انكم تديروا التريب ديالكم وتكونوا عارفين هذا الشيء من قبل. غادي نخلي لكم ان شاء الله السيت ديال التران لتحت في الديسكريبسيون باش تكونوا عارفين وتقدروا تشوفوا الوقت وكاع داك الشيء اللي زانفورماسيون غادي تحتاجوهم بخصوص الترانات اللي كاينين في جيورجيا. كنوصل لشي بلاد جديده ولا شي بلاصه جديده، ثم لاكار راهي اللور، كنجي كنريح فواحد الكرسي هنا كما كتشوفوا في هاد البلاصه، كونسونطرا مع راسي واحد شويه، نعرف شنو غندير، فين غنمشي، شنو لي زيتاب لي غندير. عاد ديك الساعه غادي نتحرك، عاد ديك الساعه غادي نشد الطريق. قبل ما نمشي نبقى محرك غير هكا بارازار ما عارفش فين، حيت دابا ما كايناش الانترنيت، خاصني كارت سيم جديده وداك الشيء كامل. دوي عليا نشوف شنو كاين شنو ما كاينش شنو واقع. وكما العاده مسافر بوحدي دوك ما محتاجش، يعني ما كاينش شي واحد يزربني ولا شي واحد يقول لي ايمن سربي يلاه نمشيو دابا يلاه كذا. جا وكان نحس براسي مرتاح نفسيا وعارف شنو غندير وشنو ما غنديرش، وديك الساعه نتحرك. الخضره
الرجاء ما داش كاس العرش، كانت عندي كونيكسيون شويه من انكشاف في الدران. يا سلام. واحد النصيحه نعطيها لكم الخوت، واخا الكترونيك فيزا غير بي دي اف زعما تقدر تكون عندك غير في التليفون، ولكن من الاحسن انك ديرها تخرجها ورقه، رجع لي فوتوكوبي ورقه وتعطيها لهم في الحدود. كذلك لوطيل حتى هو نفس الحاجه، لاسيرونس ديالك العيبات ديالك كاملين يكونوا وراك، حسن ما انك تعطيهم ليهم يعني توريهم ليهم غير في التليفون ولا شي حاجه باش تبان الامور شويه مضبوطه وكذا. داكشي اللي وريتهم في الحدود. وواحد الحاجه اللي غادي يسولوك عليها ولا اللي غيقلبوا لك في الباسبور، وهو واش عندك الطبعه ديال اذربيجان. الا كانت عندك الطبعه ديال اذربيجان غادي تقدر تلقى شويه المشاكل. علاش؟ لان هاد البلادات بجوج عندهم مشاكل مع بعضياتهم، ارمينيا واذربيجان مطايفين بيناتهم، عندهم حرب. اذربيجان وارمينيا دولتين من دول القوقاز اللي نايضه بيناتهم حرب في الاعوام الاخيره، هادشي اللي كيخلي ان الحدود ما بيناتهم تكون مسدوده. الا بغيتي تزور هاد الدول ضروري ما تدوز على جيورجيا، للحدود ديالها فاتحاهم مع هاد الدول وكتسهل عليك الماموريه تدوز من دوله لدوله. انا شخصيا كنت باغي ندير التراجي ديال جيورجيا اذربيجان، ولكن اذربيجان سد الحدود ديالها، يعني الترانات سدوهم، يعني كان كاين تران كيدي حتى لباكو حتى العاصمه باكو، سدوا داك البلاصه. داكشي علاش قررت انني نجي لارمينيا. اذربيجان الفيزا ديالها فريمون حتى هي ساهله بزاف، نقدر ندير عليها حتى فيديو فريمون ساهله، دغيا كتخرج ما كتخلصش عليها بزاف. وين اذربيجان حتى هي زوينه، نقول لكم احسن من ارمينيا، انما ما كانش مكتبش يعني الحدود مسدودين، فندوزوا لارمينيا من هذا البلان. كذلك تركيا عندها مشكل مع ارمينيا، ضف من تركيا ما تقدرش تدوز لارمينيا، دونك كتبقى جيورجيا هي البلاد الوسطانيه جايه بين هاد البلادات هادو اللي كتقدر هي اللي دير منها ترانزيت ولا تدوز من بلاد لبلاد. داكشي علاش قلت لكم ان من الاحسن الا جيتوا لجيورجيا حاولوا تضربوا معها جوج ديال البلدان، سواء اذربيجان ولا ارمينيا.